أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح معرض الشرق الأوسط للتكرير والبتروكيماويات العاشر بتروتك الشرق الأوسط 2016 والذي يقام في مركز البحرين الدولي للمعارض خلال الفترة من 26 وحتى 29 من شهر سبتمبر الجاري بحضور عدد كبير من المهنيين والاختصاصيين في مجال التكرير وصناعة البتروكيماويات يمثلون أكثر من 30 دولة ويعد أكبر تجمع لصناعة النفط والغاز والصناعات التحويلية في الشرق الأوسط. وقد قام سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بجولة في أروقة المعرض يرافقه خلالها معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط وعدد من الوزراء. اطلع سموه خلالها على ما يتضمنه المعرض من معروضات تمثل أحدث التقنيات والمنتجات في صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات. وخلال الجولة نقل سموه تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للمشاركين في المعرض الذي يشارك فيه كبريات الشركات العالمية والخليجية وعدد كبير من المهتمين والاختصاصيين في صناعة التكرير والبتروكيماويات. وأشاد سموه بالرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمؤتمر ومعرض بتروتك 2016 والتي تعكس دعم ومساندة سموه المستمرة لتطوير الصناعات النفطية والتحويلية وتشجيع تبادل الخبرات في مجالات الطاقة وما يرتبط بها من صناعات متنوعة بالشكل الذي يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة ويعزز من مكانتها التنافسية في جذب الاستثمارات في المنطقة. ونوه سموه بما يشهده المعرض من حضور متزايد الأمر الذي يؤكد قدرة مملكة البحرين على استضافة المعارض المتخصصة في ظل ما تتميز به من انفتاح اقتصادي ومناخ متميز للاستثمار جعل منها مركزا رئيسيا للمؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية في المنطقة. وأكد سموه أن صناعة النفط والغاز والصناعات التحويلية تشكل رافدا أساسيا لتطوير ودفع الاقتصاد الوطني ضمن الاستراتيجيات التنموية التي اعتمدتها مملكة البحرين ودول المنطقة والتي تقوم على تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات النفطية والتحويلية بهدف تطويرها ومضاعفة عوائدها خلال السنوات المقبلة. ونوه سموه إلى أن مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للتكرير والبتروكيماويات عبر دوراته المتعاقبة نجح في تأكيد مكانته التي اكتسبها خلال السنوات الماضية كمنصة قادرة على استقطاب كبريات الشركات الإقليمية والعالمية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات التحويلية لعرض أحدث الابتكارات الصناعية والتجارب المتقدمة في مجالات التكرير وصناعة البتروكيماويات ومشاركة الخبرات العالمية في هذا المجال بما يعود بنتائج إيجابية على تطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين والمنطقة ككل. وأكد سموه أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات والمعارض في رفع كفاءة قطاع النفط والغاز في المملكة وخاصة في مجال الاستخدامات التقنية الحديثة والارتقاء بمهارات العاملين في هذا القطاع لضمان الاستدامة والتميز إضافة إلى ما تعكسه من قدرة مملكة البحرين وخبرتها في مجال صناعة المؤتمرات والمعارض المتخصصة كواحدة من المجالات التي حققت فيها المملكة سمعة متميزة على خارطة الفعاليات العالمية. وأوضح سموه إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي ولا سيما في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات يمثل أحد أبرز اهتمامات الحكومة ضمن مساعيها لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل لما يمثله هذا القطاع من قيمة مضافة وما يحقق من مردود على مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين على كافة المستويات. وأشاد سموه بجهود القائمين على تنظيم المعرض والمشاركين فيه معربا عن تمنياته لهم بمزيد من النجاح والتوفيق في تحقيق ما يسعى إليه المعرض من تبادل للخبرات وعقد الصفقات التي من شأنها تطوير صناعة النفط والغاز والتكرير في مملكة البحرين.
من جانبه توجه معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بخالص الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على تفضل سموه بوضع الفعالية تحت رعايته الكريمة، مشيدا بجهود سموه الداعمة والمساندة لقطاع النفط والغاز وما يقدمه من توجيهات سديدة ومتابعته الدائمة لهذه الفعالية المهمة، مما يؤكد حرص الحكومة على تقديم كافة صور الدعم التي تسهم في الارتقاء بقطاع النفط والغاز وتطوير المهارات وتبادل الخبرات التي اكتسبتها القوى العاملة في هذا المجال. كما قدم الوزير جزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه بافتتاح المعرض، منوها بأهمية الاستفادة من هذه الفعالية العالمية في تطوير قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في مملكة البحرين عبر الاطلاع على مختلف التجارب المتقدمة في مجالات التكرير والبتروكيماويات. أكثر من 3000 شخص من المهنيين والاختصاصيين في مجال التكرير وصناعة البتروكيماويات اجتمعوا اليوم في معرض بتروتك الشرق الأوسط 2016 الذي يعتبر أكبر تجمع لصناعة النفط والغاز والصناعات التحويلية في منطقة الشرق الأوسط، هذا التجمع الذي سيشهد تسجيل الاتحاد الخليجي للتكرير. الاتحاد هذا راح يكون هو الركيزة الأساسية للتعاون بين الشركات النفطية المهتمة في صناعة التكرير والبتروكيماويات وصناعة زيوت التزييت وكذلك تسويق المنتجات البترولية ومواصفاتها، ورح يكون هو إن شاء الله القاعدة الرئيسية اللي تنطلق منها الشركات من أجل التعاون ومن أجل مستقبل أفضل لصناعة التكرير في منطقة الخليج العربي. تحديات كثيرة كتذبذب أسعار النفط العالمية تفرض التركيز على قطاع الصناعات البترولية وتطويره، ومن خلال هذا التجمع العالمي من المؤمل أن يتحقق التكافل بين المهنيين في مجال صناعة النفط والمسؤولين الحكوميين والمنظمات الناشطة في مجالات التعليم والتدريب بهدف النهوض بواقع الصناعات التحويلية واستغلال الموارد بالشكل الأمثل وتطبيق أفضل الممارسات وطرق القياس والتحليل. قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات الآن هذه القطاعات تعيش مرحلة جديدة مع تحديات جديدة جدا عالمية وليس فقط على مستوى المنطقة. الحمد لله البحرين بخير، سمعنا معالي وزير النفط في كلمته الرئيسية أشار إلى عدة مشاريع حيوية جدا لدعم الاقتصاد البحريني ودعم قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في مملكة البحرين. في ظل الهبوط لأسعار النفط تعظم دور التكرير والبتروكيماويات لتعويض النقص في سعر برميل النفط، فمن هنا تجي أهمية هذا المؤتمر اليوم، وما شاء الله يعني جميع الشركات الإقليمية مشاركة في المؤتمر، هناك مشاركة كبيرة جدا من الشركات الأجنبية، فهي فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التكرير والبتروكيماويات. يضم معرض بتروتك الشرق الأوسط 2016 منتجات وخدمات التكرير والبتروكيماويات من أكثر من 120 عارضاً، ويمتد من 27 إلى 29 من سبتمبر الحالي بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، إذ يخصص 6000 متر مربع لأحدث التقنيات وإطلاق المنتجات الجديدة والخدمات الصناعية في صناعة التكرير والبتروكيماويات. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.